مرحبا، اليوم رح خبركن عن شو عملت لساعد البيئة. أول شي لأنه صرت مندوبة الصف، قدرت أقنع كل أصحابي أنه يستعملوا جود، لأنه كان في كتير منهم كانوا يستعملوا أنانة بلاستيك وهلأ صاروا كلهم يستعملوا أنانة ما بيكبون. وتاني شي انتبهت أنه منكب كتير وراء، فاتصلت مع الإدارة عن هيدا الموضوع وهلأ صار في بكل الصفوف زبالة بس للوراء. هيدا شو أنا عملت. باي.